طلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة اليوم راح نناقش موضوع احنا لازلنا طبعا في موضوع السيمنتيشس بايندرز، اوكي؟ فاحنا في بداية الفصل ناقشنا مجموعة من السيمنتيشس بايندرز ووصلنا للإسمنت البورتلندي، دخلنا بتفاصيل معمقة بالإسمنت البورتلندي، كيفية الهايدريشن مع التفاعلات الكيميائية، الهايدريشن برودكتس إلى آخره، وكيف أنه هو يصبح مادة رابطة. لكن احنا ذكرنا بالمحاضرات اللي فاتت ايضا انه الاسمنت يعني اولا يعني طريقة صناعة الاسمنت هي طريقة يعني ليست صديقة للبيئة. السبب انه اثناء صناعة الاسمنت قلنا في وقتها انه يتم انتاج CO2 بكميات جدا عالية، يعني لاجل انه نصنع طن ونص من الإسمنت يتم يعني انبعاث طن من CO2، فلذلك يعني يعتبر أولا يعني صناعة الإسمنت البورتلندي تعتبر جدا يعني خلينا نقول غير صديقة للبيئة، يعني not a green product. بالإضافة لذلك أنه أصلا مع التفاعلات ينتج هم CO2 يتم انبعاثه أثناء التفاعلات اللي تحدث أثناء صناعة الكونكريت. فبكل الأحوال إنه الإسمنت البورتلندي بصفة عامة يعني لأجل إنه هو غير صديق للبيئة، فلذلك تم يعني إجراء البحوث كثيرة حول إيجاد بديل للإسمنت البورتلندي. يعني هذه كحركة عالمية لأجل تقليل الضرر على البيئة. تعرفون مسألة الاحتباس الحراري وتأثيرها على يعني خلينا نقول المناخ العالمي إلى آخره من الأمور الخاصة بالاحتباس الحراري. فأي منتج، أي طريقة تصنيع، أي شيء قاعد يأثر حاليا على البيئة، قاعد إنه العلماء قاعد يحاولون يجريون طرق بديلة إله لأجل تقليل CO2. تلاحظون مثلا بمجال صناعة السيارات كل الحاليا الاندستريز بالعالم قاعد تتوجه باتجاه الالكتريكال كارز، فيحاولون قدر الإمكان استخدام السيارات الكهربائية ويقللون بالتدريج استخدام يعني السيارات اللي تعمل بالوقود اللي هو الطبيعي. صحيح أنه يعني لازال أنه الزمان شوي بعيد، يعني يحتاج لنا فترة لأجل أنه تصير يعني خلينا نقول معامل يصوم من ناحية من التطور حتى يتم إصناع محرك متكامل يتحمل العمل بفقط ما ينتجه المحرك من تخزين كهرباء حتى يمشي بالسرعة المعتادة مالت السيارات المطلوبة مثلا سرعة 160 فما فوق. لكن بالنتيجة الأجندات الأوروبية بالعالم والأمريكية كلها تتوجه باتجاه أنه يعني صناعة سيارة صديقة للبيئة. ففيما يتعلق بموضوعنا السيمنتيشس بايندر، أيضا من المواد اللي خلينا نقول ممكن تعتبر بديلة للإسمنت البورتلندي كمادة رابطة هن ثلاث أنواع اللي راح نذكرهن بمحاضرة اليوم، اللي هي الجيوبوليمرز والمغنيزيوم فوسفوريك سيمنت and المغنيزيوم أوكسولورويد سيمنت. اوكي، فالمغنيزيوم اوكسي كلورايد سيمنت. فبدايه الجيوبوليمرز الادفانتجز مالتها بصوره عامه هي compared with the ordinary portland cement the newly developed inorganic binders geopolymer possesses the following characteristics. ف يعني بالمقارنه مع الاسمنت البورتلندي اللي يتميز بالجيوبوليمرز من فوائد هي الآتي. أولا أنه there is an abundant raw material resources، فالمواد الأولية اللي يمكن أن نصنعها من عنده متوفرة. فأني pozzolanic compound or source of silicates، أي مصدر للسيليكا أو مركبات البوزولانيك أو مركب بألومنيوم سيليكاتس that is readily dissolved in alkalic، يعني أي مادة من هاي المواد اللي يمكن انه تتحلل او يعني تتذوب بالمواد القاعديه مثل عندنا كلوريد الصوديوم على سبيل المثال، شلون هاي ماده السوداء على سبيل المثال.
يعني هذا جدا يكون كافي كمصدر رئيسي لصناعة الجيوبوليمرز. واحدة من الأدفانتجز الأخرى الخاصة بالجيوبوليمرز هي الـ Energy Saving and Environment Protection، اللي هي خاصية حفظ الطاقة وحماية البيئة، لأن الصناعة إنه لأجل صناعة الجيوبوليمرز نحتاج 60% طاقة أقل لأجل أن نصنع الجيوبوليمرز. وكذلك إنه الجيوبوليمرز تطلق ثنائي أكسيد الكربون بمقدار أقل بكثير أثناء التصنيع مقارنة بالسمنت البورتلندي، يعني 80-90% أقل انبعاث CO2 أثناء صناعة الجيوبوليمرز مقارنة بصناعة الاسمنت البورتلندي، وهذا فشيء جدا ضخم. يعني الخاصية الأخرى أيضا اللي يمتاز بها الجيوبوليمرز هي أنه هو good volume stability، يعني الكونكريت اللي يصنع من الجيوبوليمرز كمادة رابطة يكون يعني الفوليوم stability، يعني يصير حجم ثابت، تغيرات الحجمية تكون كلش قليلة. واحدة من التغيرات الحجمية اللي سوفنا بيها هي الانكماش، أوكي، وما يسببه من تشققات. فالجيوبوليمرز هنا هاب 80% lower shrinkage than Portland cement. فالجيوبوليمرز تمتلك 80% يصير أقل عملية الانكماش مقارنة بالاسمنت البورتلندي. فانكماشه جدا قليل بمقارنة، يعني 20% ممكن يصير بالجيوبوليمرز، بينما بال يعني خلينا نقول البورتلاند سيمنت مور ذان 80% تشانس ويل جيت شرينكج. كذلك عندنا الريزنبل سترين جين ان ا شورت تايم. عندنا الشيء الاخر اللي يتميز بالجيوبوليمرز انه المقاومه ممكن انه نحصلها بوقت جدا قليل، يعني الجيوبوليمرز ممكن تحصل مقاومه 70% من ال قيمة النهائية للمقاومة المطلوبة بالتصميم خلال 4 ساعات فقط. طبعا هذا الشيء جدا مفيد في حالة انه احنا نريد نستخدم الجيوبوليمرز لمعالجة بعض خلينا نقول التشققات اللي تحدث بالاسمنت، يعني خلينا نقول الكونكريت المصنوع من اسمنت البورتلندي، خاصة بالاماكن اللي تكون مثلا نحتاج انه يعني ما نقدر نغلقها الى فترة طويلة، مثلا اكو تشققات عندنا صار تسربات الى اخره. فكمعالجات هذه السرعه بتحصيل المقاومه النهائيه 70% من المقاومه النهائيه فشيء جدا جيد لما ما اريد انا اليوم يعني المعالجه الماده اللي قاعد اعالج بها تتصلب بسرعه حتى احقق الهدف بسرعه، حتى اقدر مثلا على سبيل المثال اذا عندي مسبح اقدر اعالجه بسرعه خلال 4-5 ساعات افتح المسبح من جديد. لكن هاي السرعة ما تفيدنا في حال انه انا عندي اذا استخدم الجيوبوليمرز كمادة رابطة لصناعة كونكريت استخدمها بصبات ارضيات او مثلا كولومات اللي بكميات كبيرة، واللي من خلالها انا احتاج انه المادة الرابطة تتصلب بفترة طويلة شوي حتى يعطيني مجال انه انجز عملية يعني وضع الكونكريت بالقالب واسوي يعني خلينا نقول فايبريشن المطلوب والسقل المطلوب، يلا تحدث التفاعلات او يحدث خلينا نقول التصلب الابتدائي. فطبعا التلاعب هاي احنا نسموه موضوعنا كيف انه نتلاعب بسرعه تصلب الجيوبوليمرز، لكن عاده البحوث تشير انه احنا في حال زيدنا السيليكات كمصدر بالمكونات اللي داخله بالجيوبوليمرز هاي تساعد على انه التفاعلات او السيتنج تايم يكون اطول، يبقى ايش قد يزيدونه بالصناعه وايش قد يخلونه، هذا ليس محور حديثنا يعني خلال هذا الكورس. خاصيه اخرى ايضا من خواص الجيوبوليمرز سيمنت او بايندر هي الهاي فاير ريزيستنس اند لو ثيرمال كوندكتيفيتي، اللي هي خاصيه المقاومه العاليه للحراره، وايضا انه خاصيه يعني انتقال الحراره البطيء من خلال الكونكريت المصنوع من الجيوبوليمرز. فعندنا الجيوبوليمرز سيمنت possesses excellent high temperature resistance up to يعني 1200 سيلسيوس، اوكي، فيتحمل أكثر يعني إلى up to 1200 درجة سيليزية.
and can endure 50 kilowatt per meter square fire exposure and without sudden properties degradation. فيتحمل درجات حرارة عالية من يعني وليس بسهولة انه تقل الجودة مالت الكونكريت المصنوع من الجيوبوليمرز وبالنتيجة ينهار المبنى. لذلك المباني المصنوعة لو فرضنا مبنى مصنوع من الكونكريت بالجيوبوليمرز فمو بسهولة ليس بسرعة انه ينهار بسبب درجات الحرارة اللي ناتجة من الحريق. فبالنتيجة has a very good higher fire resistance. In addition, no smoke is released after the extended heat flux. فبالنتيجة تحت درجات هاي الحرارة العالية ما ينبعث خلينا نقول دخان. The heat conductivity of geopolymers varies from 0.24 to 0.3 watt per meter and compares well with that of lightweight refractory bricks. فبالنتيجة خلينا نقول قابلية انتقال الحرارة داخل الجيوبوليمرز تكون جدا قليلة، وهذا طبعا يكون قريب جدا هاي الخاصية قريبة جدا للخاصية اللي يمتلكها اللايت وايت فاكتوري بريكس، الطابوق الحراري اللي يستخدم بالأبنية اللي ممكن تتعرض لها إلى حريق. Geopolymers are an abundant هم كذلك إن مادة أولية متوفرة، انبعاثها تبعث CO2 جدا قليل، طاقة قليلة نحتاجها حتى نصنع الجيوبوليمرز، الكلفة low production cost كلفة الصناعة قليلة on high early strength and fast setting فيعطي مقاومة أولية ابتدائية والتصلب جدا سريع. فطبعا هذه الخصائص خلت الجيوبوليمرز جدا جيد انه يستخدم في مجالات متعدده مثل الهندسه المدنيه، الاوتوموتيف، الامور الخاصه بالسيارات، اير سبيس اندستريز اللي هي الخاصه بالطيران. فكذلك انه عندنا الويست مانجمنت، انه هو ممكن انه بعض المخلفات اللي ناتجه من المصانع تستخدم كماده خلينا نقول تدخل بصناعه الجيوبوليمرز. فيما يتعلق بالمغنيسيوم فوسفوريك سيمنت، النوع الثاني من البايندرز اللي خلينا نقول الصديقة للبيئة اللي هي المغنيسيوم فوسفوريك سيمنت. الادفانتجز والابليكيشنز مات الMPC هي انه الكونكريت هذا is a type of artificial stone made from an acid-base reaction of magnesia and phosphates. هو خلينا نقول حجر صناعي ينتج صناعته من التفاعل الحوامض مع المغنيسيا والفوسفات. اوكي طبعا تمتلك الخصائص they possess some properties that Portland cement do not possess according to the previous studies, therefore they can be utilized in fields in which Portland cement are not suitable. فبالنتيجة يمتلك خاصيات قلنا ما يمتلكها الإسمنت البورتلاند، لذلك يمكن استخدامه في أماكن الإسمنت البورتلاند اللي يكون غير جيد غير مفيد. من هذه استعمالات الأبليكيشنز اللي هي كالآتي: due to its rapid setting and high early strength, MPC has been utilized in rapid repair of concrete structures. فطبعا لأجل خاصية سرعة التصلب مادة والمقاومة العالية الأولية اللي يعطيها، فلذلك يتم استخدامه بال المعالجات السريعة للهياكل الكونكريتية مثل ما قلنا بسألة الجيوبوليمرز. هذا الشيء يشمل مثلا الطرق السريعة highways, airport runways، المدارج مات المطارات، البريدج ديكس مثلا for many years. فبالنتيجة هاي طبعا هاي الأنواع أو هذه مثلا اللوكيشنز من الصعب انه تخليها مسدوده لفتره طويله، اذا مطار ما يقدر يسد المدرج مالته لفتره طويله لاجل انه اكو فد مشكله صارت بالمدرج ويجي يستخدم اسمنت البورتلندي، والاسمنت البورتلندي على ما يصلب ويحقق المقاومه، فما يقدرون بالنتيجه اكو البزنس ما يقدرون يوقفونه، فيلجون يلجون الى مثل هذه الأنواع مالت البايندرز.
نفس الشيء طبعا بالطرق السريعة هم ما نقدر ننسى الطريق لفترة طويلة يسبب ازدحامات ومشاكل والجسور كذلك. أحد خصائص الاستخدامات الأخرى الـ MPC can be incorporated with non-toxic industrial waste، يعني واحدة من الخصائص الأخرى أنه يمكن استخدام الـ يعني يمكن أنه نخلط وياه بعض المخلفات الصناعية الغير السامة مثل الكلاس F fly ash، مثل fly ash قلنا can be converted into useful construction materials. كذلك يمكن استخدام بعض المخلفات الصناعية كمادة تدخل بصناعة المغنيسيوم كونكريت، يعني كونكريت ممكن يستخدم فلاي اش كمادة رابطة مثلا او سوري كنوع من الاجريجيت. MPC can be used in the management and stabilization of toxic and radioactive waste including solids and liquids. ف يعني كمادة رابطة ممكن أنه تستخدم المغنيسيوم فوسفوريك سيمنت لاحتواء خلينا نقول السموم والإشعاعات يعني المخلفات الإشعاعية والسامة، فاللي هي يعني خلينا نقول خاصية جيدة جدا including solids and liquids، يعني سواء كان سائلة أو صلبة. كذلك MPC are very suitable for repairing deteriorated concrete pavement in cold regions. فبالمناطق الباردة الـ MPC يعتبر فد يعني خلينا نقول اختيار جدا جيد لمعالجة التبليط اللي متدهورة أموره، خلينا نقول يعني كونكريتي يعني أرضيات الكونكريتية بالمناطق الباردة، قلنا لخاصية سرعة التصلب مادة. كذلك عندنا الـ raw materials of MPC is hard burnt magnesia and is in fact a refractory material. والrefractory materials طبعا هي من الrefractory material عادة من خصائصها هي المواد اللي ما تتفكك تحت درجات الحرارة العالية اوكي او تحت الضغط العالي. فكون انه الـ MPC هو يعني خلينا نقول هو مغنيزيا صلبة يتم حرقها اوكي، فلذلك هو يعتبر ريفاكتوري ماتيريالز، لذلك يعني خلينا نقول الحجر او الكونكريت المتصلب النائل المصنوع من الام بي سي يعتبر ريفاكتوري ماتيريالز، لذلك يعني كماده ما تتفكك تحت الضغوط العاليه ودرجات الحراره العاليه. لذلك الام بي سي كان بي ديزايند تو بي فاير بروف اند اور از ا كولد سيتنج ريفاكتوري اكوردنج تو دي تو براكتيكال نيدز، يعني لذلك نقدر نستخدمه ونصممه كمادة فاير بروف، يعني نصنع من عندها جدران خلينا نقول مانع يعني تتحمل الحريق او مانع الحريق. اوكي النوع الثالث اللي هو المغنيسيوم اوكسيكلورايد سيمنت، وهو النوع الثالث اللي احنا راح نناقشه بمحاضرة اليوم، ايضا يطلق عليه ان سورال سيمنت. طبعا تبع للعالم السورال اللي اكتشفه يعني ب 1867. طبعا هذا النوع هو non hydraulic cement and it is formed by mixing powder of magnesium oxide، يتم خلط الباودر مال اكسيد المغنيسيوم مع محلول مركز جدا من كلوريد المغنيسيوم. فالمغنيسيوم اوكسيكلورايد سيمنت has many superior properties، فيمتلك خصائص ما يمتلكها الاسمنت البورتلندي العادي، من عدها انه هو مقاومته للحريق جدا عاليه، low thermal conductivity، مانع لي خلينا نقول مرور الحراره، يعني بالنتيجه يعني ما تعبر الحراره من خلاله بسهوله، يعني الـ good resistance to abrasion مقاومة للتآكل والبري جدا عالية، is unaffected by oil, grease or paint، ما يتأثر لا بالأويل لا بالجريز ولا بالأصبغة. It also has high early strength، أيضا يمتلك خاصية إعطاء مقاومة أولية عالية، is suitable for use with all kind of aggregates in large quantities، يمكن استخدامه ويا أي نوع من أنواع الركام مثل الحصو والرمل marble floor asbestos wood particles and expanded clays. Has a lower alkalinity
of magnesium oxychloride. يعني يمتلك قاعدية، خلينا نقول المحلول الناتج من عنده قاعديته تكون قليلة، لذلك يخلي جدا مناسب إنه يستخدم مع الفايبر جلاس كمادة، خلينا نقول إضافية، يعني خلينا نقول كأديتيف، كمادة إضافية توضع تنخلط ويا مع بقية الأجريكات حتى تعطي خصائص أعلى. فإلى هنا يعني وصلنا إلى نهاية محاضرة اليوم، اتطرقنا بيها إلى خلينا نقول مقدمة عامة حول الأنواع ثلاثة من البايندرز، مواد الرابطة اللي تمتلك خصائص ما يمتلكها الإسمنت البورتلندي وتستخدم في أماكن طبعا يكون بها استخدام الإسمنت البورتلندي غير جيد. Thank you for your attention, and if you have any question, we can discuss this in Google class.